سلام الله عليكم وأهلا وسهلا بكم أعزائي أعزائي متتبعي ومتتبعات قناة تيليماروك في كل مكان في حلقة جديدة من برنامجكم جلسة رياضية. جلسة رياضية موعد للحوار للنقاش للتداول للسجال في مجموعة من المواضيع التي تشغل بال واهتمام الجمهور الرياضي وجمهور كرة القدم على الخصوص كالعادة. ثلاث محاور وضيفان، في المحور الأول سنتوقف عند الاجتماع الذي عقد وسيعقد أيضا سلسلة من الاجتماعات بين فصائل المشجعين والخلايا الرياضية الأمنية. في المحطة الثانية سنتوقف عند المنتخب المحلي الذي بدأ يستعد ويخوض مباريات ودية قبل مواجهة الجزائر، ونختم كالعادة بتدوينة مثيرة للجدل هذه المرة تتعلق بنادي الرجاء الرياضي. لمناقشة هذه المحاور يحضر معي في بلاتو تيليماروك ضيفان لهما صلة وارتباط بهذه المواضيع. باسمكم جميعا كنشكرهم على تلبية دعوة البرنامج. سي عبد الله بوسحابة الصحفي المعروف، مرحبا بك معنا في بلاتو تيليماروك مرة أخرى. مساء الخير سي حسن، مساء الخير الجمهور المتتبع قناة تيليماروك، ومرحبا بأخباره. مرحبا. معنا سي أنس جعفري المعروف، واحد من المشرفين على فصائل المشجعين، رئيس جمعية العش الأخضر المساندة لنادي الرجاء الرياضي. شكرا سي حسن، ومرحبا بمتابعين قناة تيليماروك. البداية مع تفاصيل الاجتماع الذي عقدته الخلايا الرياضية الأمنية مع فصائل المشجعين. قبل ما نبدأ الحوار والنقاش نمشي جميع مع زميلنا محمد خير في تقرير في هذا الشأن، ثم نواصل الحوار. استعدادا للموسم الرياضي الجديد 2019-2020 وسعيا من الأجهزة الأمنية بالدار البيضاء إلى وضع خطة عمل لتقليص الاحتقان السائد في المدرجات، سواء بين فصائل النادي الواحد أو بين فصيلي قطبي الكرة البيضاوية، دأبت ولاية أمن الدار البيضاء كعادتها لعقد سلسلة من الاجتماعات مع مكونات المشجعين البيضاويين في أفق ترجمة ميثاق المشجع على أرضية الميدان والحد من ظاهرة الشغب التي لا يمر موسم رياضي دون أن تكلف الفريقين خسائر مادية وبشرية. الاجتماع الأخير لخلايا الأمن الرياضي على مستوى ولاية الدار البيضاء فتح نقاشا معمقا حول حياة المشجعين وأدوارهم، كما قدم تقييما لحصيلة الموسم الرياضي الماضي والفاتورة التي تحملتها الأندية بسبب الانفلات الجماهيري، كما تم عرض بؤر التوتر داخل الدار البيضاء والاصطدامات المتوالية بين الوداديين والرجاويين في أحياء العاصمة الاقتصادية. ومن المقرر أن تتواصل الاجتماعات قبل انطلاق بطولة نريدها بأقل احتقان. بطولة نريدها بأقل احتقان ممكن، هذه هي الغاية وهذا هو المبتغى. تقربنا سي أنس من آخر اجتماع للخلايا الأمنية للرياضية الدار البيضاء مع فصائل الرجاء. بداية بغي نشكرك سي حسن لأنك دائما كتعطي لهذا الموضوع واحد الحيز دائما. ده واجب. لا صراحة لأن تمنينا لو قنوات أخرى أو تمشي في نفس السياق، لكن للأسف بخصوص الاجتماعات كيف ما قلتي سابقا فهي اجتماعات كانت منذ مدة، وأكيد أن نبغي نشد بأيدي من حرارة المسؤولين الأمنيين. صراحة هذا ماشي تطبال، ماشي كلوحوا الناس بالورود، لكن هذا عمل اللي نبغي نشكرهم جدا، كيقربوا الجمهور، عارفين معاناة المشاكل اللي كيتخبط فيها الجمهور، وأكيد توصلوا كاينين حلول اللي طلقات بحكم نهضر على جمهور فريق الرجاء البيضاوي اللي الكل كيعرف بأننا كاين فصيلين وكاين مجموعة اللي هما جرين بويز إيجلز وكاين مجموعة الدر السلطان. كان احتقان دائم بين الفصائلين فيما بينها سواء في مدينة الدار البيضاء سواء خارج الدار البيضاء، لكن تفضل الجهاز الأمني السلطات الأمنية الحمد لله ما بقاش كيوقع صراع فيما بينهم سواء في مدينة الدار البيضاء، ولا فهموا باللي الهدف راه مشترك تشجيع فريق معين كذا، دونك الخلاف الحمد لله تم التدويب ديالو بصفة نهائية. يعني نقدروا نقولوا العام الجاي ما كاينش؟ لا الحمد لله، اكيد ان لان الكل كيعرف بانه ويكلوات كان
كان غرامات كان أكيد يعني الفريق ضرر هذا ضرر بشكل كبير راه الكل كيعرف بان ارقام ضاعت بسبب بزاف ديال الامور ويكلوات كذا الامور ما بقات كتخفى على حتى شي حد دونك هذا شيء ايجابي جد ايجابي ان صح التعبير فيما يخص الاجتماع الاخير اللي تم دار في ولايه امن الدار البيضاء الكبرى مسؤولين امنيين كان الخلايا الامنيه ديال مدينه الدار البيضاء كلها بما فيهم لي ديستريكت كاملين دونك وكان الهاجس وكان كان الرساله كانت صريحه وواجهه للجماهير اللي كانت وكان لنا شرف حنا كجمعيه حضرنا مع الفصائل والمسؤولين الامنيين دونك كان توجه في يحاول الانسان يجتنب ما هو يسيء للرياضه المغربيه بصفه عامه والفريق ديالو ككل وكان توجه ثاني في التنظيم كيف الولوج وبالنسبه للتنقلات وبن زعما واخا غادي نرجعوا للتفاصيل ديال هذا الاجتماع وغادي نمشي عند عبد الله اش كتشوف معايا بان الظرفيه الحاليه وقبل اي اجتماع لابد من تقييم الحصيله ديال الموسم الماضي على مستوى المدرجات اكيد ان الجهات الامنيه عندها حصيله عندها العدد ديال التدخلات ديالها اللي دارت في المدرجات او خارج المدرجات عندها الحصيله ديال الاعتقالات عندها الحصيله ديال الجرحى ديال كل شيء هذا الشيء كاين واش ما كانش اننا خصنا نعرفوه وثانيا واش ما كتشوفش بان المكون الاول اللي خصو يعقد هذا الاجتماع قبل الخلايا الامنيه هي اداره النادي هي المكتب المسير لنادي الرجاء البيضاء صحيح سي حسن ان هنا ما ينطبق على الرجاء ينطبق طبعا على الوداد على اي فريق مغربي على الكوكب الفاسي على حسنيه كاين صراحه يعني يحز في النفس اننا مازال كنهضروا على الشغب وعلى العنف وعلى هذه المظاهر السوداويه اللي كنشوفها في كل اسبوع يعني بعد كل مباراه كنشوفوا حالات ديال العنف ديال التكسير ديال تخريب الممتلكات العامه هذا الشيء ما بقاش مقبول لان الجميع خصو يوعى بان هذا الشيء اللي كيدار راه ما بقاش مقبول لان ملي كنشوفوا المآسي اللي كتخلف هاد الحالات هذه يعني عائلات كاين اللي كيموت ولادهم كاين اللي كيتسجنوا كل واحد في كيمشي كل المسار ديالو بواحد الطريقه اللي خايبه فبالتالي خاص الفريق يكون هو الاول اللي بادر لهذه القضيه دي يعني بشراكه مع الامن وحتى مع الالتراس باش انهم يبحثوا فين كاين الخلل وبالتالي كيسهل انك دير واحد التشخيص اللي يكون دقيق وسليم باش نتجاوز هذه المرحله اللي راه تخطر تكون غير خلافات بسيطه وكتحول الى شنآن ومن بعد شنآن كيولي شجار وكيتولي شي حوايج اللي لا تحمد عقباها بالتالي خاص الانديه كامله يعني قبل الموسم دير واحد المبادره بحال هذه القضيه اللي دار مصالح الامن يديروها ويحاولوا يحطوا كل شيء فوق الطابله حيت ما بقات حتى حاجه تخبى اي مشكل خصو يتطرح النقاش وبالتالي ممكن نلقاو شي حلول بواحد الطريقه اللي تكون تشاركيه ونحاولوا نتفادوا هذه المشاكل باش ما تتكررش. تفضل. في هذه النقطه هذه كان فريق الرجاء البيضاوي سباق بالفعل في هذا المرحوم رشيد البوصيري اللي كان دارت واحد اللجنه وكان هو الرئيس ديالها وكنت من ضمنهم كنت مع انا في ديك اللجنه كنا حنا جوج الاشخاص. الامور تخدات بواحد الجديه والمكتب ولا كيتصنت اللاعبين. لكن للاسف وفاته المهنيه كانوا اجتماعات بالفعل قلت اللاعبين كتقصد عفوا المشجعين داروا عده اجتماعات خارج النادي بالفعل وكانت نقاشات الامور اللي غادي تدار الامور اللي ما خصهاش تدار وكان الاخذ والرد وكتقرب حتى لذوك الوليدات لان ماشي ما يمكنش تشوفهم مع الجانب السلبي اللي هو الشغب راه كيعطيو امور اخرى غير ربما التحسيس والتوعيه خصها تمشي لهم بطريقتهم هما فهمتي واخا انس واش كتشوف معايا بان الاشكال ما كاينش في المدرجات الاشكال الاكبر كاين في الاحياء بؤر التوتر كاينه في الاحياء اصطدامات كتكون بعيده على هذا الملعب يعني الملعب راه هو في نهايه المطاف 90 دقيقه ولكن المعارك الكبرى بين الفصائل كتوقع في أحياء كتوقع خاصة في الأحياء الهامشية أكيد باش نلخصوا كيف ما قلت سابقا بأن الفصائل الرجاوية والودادية الفصائل الرجاوية كان وقع نزاعات لكن واحد 3 سنين 4 سنين الحمد لله تم تدويب الخلاف لكن فيما يخص ما بين يوترا وينرز
وغرين بويز كاين واحد الاحتقان اللي ماشي هو وليد الامس دونك تراس ملي كتكون 2005 وكيكون داك الصراع في العمل الصراع في الاناشيد الصراع هذه منها فاذا به تحول لان اللي جينا نهضروا راه لي فونداتور اللي كانوا اسسوا الفصائل رباو ديك الغريزه في الشباب ديال العداء ديال الحقد وديال هذه منها الدري ملي كبر كبر فيه داك الحقد دابا الان الدور كيف ما قلنا راه كيديروا الامن هو كيحاول ما امكن يعالج الدور الاول خصها ديروا الاسره والاسره اكيد انها لاحت ولدات ولاحت لان نهضروا بكل صدق وامان حنا درنا عده اجتماعات في اعداديات في ثانويات وريحت مع الاباء مع اولياء الامور وهذه من هنا لكن كتشوف الاب ما فاهمش في كوره ما عارفش اش كيوقع في المدرجات ما عارفش حتى كيعيطوا ليه ولدك راه تعتقد شحال كاين واحد الثقافه السياسه صحيحه قطعت حتى بالنسبه لمواقع التواصل الاجتماعي يعني خاص يدار شي اجراءات لان كنشوفوا بعض الحركات الاستفزازيه لا من هذا الجمهور لا من الجمهور بطبيعه الحال كتحول الى مشدد كتزيد كلامية كتزيد في الاحتقان وكتنتهي في مدرجات كنشوفوا يعني في الاخر كيوليو كيدابزوا ولا كتولي جرحى ولا اصابات والمنطلق ديالها هو الفيسبوك دونك هنا خاص بالمصاحبه ديال هاد الاجراءات خاصها تكون شي اجراءات اخرى موازيه يعني عقوبات جزريه ولا شي حاجه من هاد القبيل اكيد نجيك لهذا الموضوع لان اذا جينا نشوفوا نسبه الخلافات اللي واقع ما بين جل الفصائل او جل الجماهير بما فيهم حتى اللاعبين ولاو كطرف اكيد راه هو الفيسبوك واحد 50% ولا كيتسبب في هذه المشاكل كيشحنوا الاطفال طيب بدون شك طيب غادي ندوزوا الان الوقت يداهمنا غندوزوا الان المحطه الثانيه لها علاقه بالمنتخب المحلي الذي يتهيأ سرا لمواجهه الجزائر غادي نمشي عندك عبد الله شنو التعقيب ديالك على اجراء مباريات اعداديه للمنتخب المحلي سرا ويكلو بدون جمهور بدون متابعه اعلاميه وهي كيبقى خيار ديال السي عموته انه ما يكشفش على الاوراق ديالو قبل هذه المقابله اللي مابقاش على بزاف ديال الوقت دونك السي عموته ماشي بزاف باش شد الفريق المحلي غيكون مجبر انه يدير واحد الخطه اللي ولو الوقت ما كانش كيسمح بان تكون على واحد المدى اللي يكون على الاقل متوسط باش يلقى الوقت باش يوجد التركيبه ديالو ولكن هذه كتدخل في الخيارات ديالو ربما هو مابغاش يكشف على الاوراق ديالو لان مابقاش بزاف ديال الوقت وبالتالي هو خايف ان هاد القضيه ديال ان تنقل المقابله او يكون حاضر جمهور يعني الخاص ممكن يسهل عليه يعرف اللاعبين وبالتالي يعرف كيفاش غادي يلعب عموته كيفاش كتشوف العلاقه بين عموته مدرب المنتخب المحلي ووحيد مدرب المنتخب الاول أظن أن وحيد راه كنعتبر عنده جنسية مغربية بحكم جاور فريق الرجاء البيضاوي المدة وفاز مع بألقاب وخلى واحد الصدى طيب في المحيط الرياضي بصفة عامة دونك كنظن بأن إن شاء الله إلا بدل الاستراتيجي اللي كان بها السي غونا راه غادي أكيد أنه غادي ينجح لأنه كيعرف الأقلية المغربية واللاعب المغربي وبحكم إلا اعتمد على وأظن 100% غيعتمد على بعض العناصر من داخل البطولة الوطنية وأكيد راه غادي يبرهنوا ويعطيوا كل ما عندهم وحيد كلف عموته باختيار اللاعبين المحليين الذين سيعززون المنتخب الأول هذه بادرة غير مسبوقة والجميل في الأمر هو أن كنعرفوا وحيد كنعرفوا عموته انا كنعرفوا هاد الرجلين يعني عموته جارك معقولين في الخدمه ديالهم تنعرفوهم عموته جاري الجميل في الامر انه غيتقاسموا المسؤوليه فيما يخص اختيارات باش ما يبقاش الجمهور يعيب علاش هاد اللاعب كيلعب في المنتخب المحلي وما تيلعبش مع الكبار او العكس دونك هنا الا كنا كنشوفوا بان كاين شي لاعب في البطوله يستحق انه يلعب في الفريق الاول فبالتالي المسؤوليه غتكون مشتركه بين وحيد وبين عموته وهذا ممكن الا يعطي واحد الصوره جيده على الفريق الوطني علاش لانه يكون كل شيء كيتحمل مسؤوليه الفريق ماشي هذا كيشرق والاخر تيغرب وبالتالي كتكون النتائج كارثيه الحمد لله ان مشاو في هذا الاتجاه انا كنظن غيكون في صالح الفريقين معا دابا في المنتخب الاول مدرب درب الرجاء في المنتخب المحلي مدرب درب الوداد وهذه بادره طيبه الحمد لله راه كنشوفوا اختيار كان صائب لان بجوجهم عندهم واحد الفكره موحده وخصهم يبلوروها في ارض الواقع عندهم درايه باللاعب المحلي دونك اكيد ان حتى اللائحه الاولى
راه فيها 10 من دونك 10 من الرجاء والوداد. الجميل في الامر ان واحد حط يده على مكمن الخلل، لان في السابق خلال تولي رونار الاشراف على الفريق الوطني كان كل شيء كيعيب عليه، علاش كيتقصى اللاعب المحلي من التشكيله الاساسيه ديال الفريق الاول، مع العلم ان عندنا واحد البطوله اللي كتصرف على مبالغ كبيره وعندنا لاعبين في المستوى، ولكن للاسف توا فيما كيوصل المنتخب فشنو قيمه هذه البطوله؟ عنده بعض السلوكات شويه ملفته كاع. المهم حنا كنهضروا بصفه عامه، يعني شنو قيمه هذه البطوله الا ما كانتش تعطينا واحد 4 ولا 5 لعبة في الفريق الاول؟ دونك هذه كتبان لي ظاهره غير صحيحه. بعض اللاعبين اللي في المنتخب الاول اللي صدرات منهم سلوكات ومازال كاينين في المنتخب. عندي واحد فرصه باش ديروا باش نسميو الاشياء بمسمياتها. كاين لاعبين اللي تبتات التجربه والايام السابقه بانهم ما يستحقوش انه يحملوا التوني، علاش؟ بانوا بانهم هما كانوا سبب المشاكل، وبلا ما نسميو الاسماء راه الناس عارفين شكون المقصود. كاين لاعبين اللي ما يستحقوش ولو يكون رونالدينيو كاع سميو الاخلاق. نهضروا على فجر، نهضروا على ديرار، نهضروا على بزاف ديال اللعابه اللي كانوا هما راس المشاكل، اللي لو لم تكن هذه المشاكل كنا ربما مشو مزيان في كاس العالم، كنا ممكن مشو مزيان في كاس افريقيا، ولكن هاد المشاكل اللي طفات على سطح ديال المنتخب الوطني كانت لها نتائج كارثيه على المستوى العام ديال الفريق الوطني. انا اظن جل اللاعبين اللي في المنتخب الاول فهد رونار كلهم عندهم باسبورات حمرين بدون استثناء، ما نظنش كاين شي واحد ما عندوش. دونك هو كان كياخذها يمكن ربما ما فهمش بحال كيدرب المنتخب الفرنسي ماشي المنتخب المغربي، ولكن كيبقاو مع العلم حنا في الثمانينات كيبقاو ما كنشكوش حد وطني حتى شي واحد، ولكن خصنا اللاعب اللي كيموت على التوني. لكن اللعابه في البطوله مسكين باغي يبان وخصو غير ديك الفرصه، الا تعطات ليه غادي ربما يقدر يعطي نتائج احسن من شي واحد اللي كيجيو يديروا غير الشوبينغ ويمشيو في حالهم. التاريخ كيشهد سي حسن، في عهد فاريا، في عهد مدربين كبار اللي دازوا، راه اونري ميشيل راه كانوا كيعتمدوا على اللاعب المحلي بواحد 60% ولا 70%، واكيد كنتي كطعم الامور تغيرت. واحد ولا كيخاف على رجلي واحد لاباس عليها، شنو تعتبر هي تقريبا نفس الشيء. بزاف الدول الافريقيه كتعتمد دابا على اللاعب المحلي، لا كتعتمد حتى على اللاعبين ديالهم. حنا مع الاجود، يكون مغربي زيد في المغرب ولا يكون مغربي زايد في دولة أخرى. وبالله عليك ملي جل الفرق فاز بكؤوس إفريقية وكتعرف الطقوس وكتعرف شنو، وما تعيطش على واحد ولا جوج من كل نادي على سبيل الذكر الوداد ولا الرجاء. هذا نقاش كان واحد كيلعب أو نيفو المنتخب المغربي، واحد ربما فهم الدرس، تمناو أنه يفهم الدرس، استدعى بعض اللاعبين اللي كيستحقوا أن يكون في الفريق الأول. واخا المنتخب المحلي واش ما كيطلبش، يعني ما كيطلبش واحد الجهود اخرى على مستوى البطوله باش هذه البطوله تنتج لك منتخب محلي قوي؟ خصك تقوي البطوله اللي عندك. وبدون شك اكيد خصك مدربين محنكين باش نكونوا صراحه، لان المدرب المدير التقني راه كيتعتبر هو ليماج ديال اللعابه ديالو والخدمه ديالو راه كتبان في رقعه الميدان. دونك الا كل فريق عطاك غير لاعب واحد في المستوى راه الحمد لله، وما خصش حتى لو شويه تحتكر عرف ما بين فرق معينه راه شويه ثقيله، لان كاينين اللاعبين مغمورين مساكن خص غير اللي يشوفهم خص غير اللي يلاحظهم تعطى فرصه. العموتا كيقول بان الدور ديالو ماشي هو اعداد منتخب محلي للظفر بكاس افريقيا المحليين، قدر ما الهدف ديالو هو اعطاء، هو التاهيل، هو تجويد، يعني من الجوده تجويد لاعبين وتعبيد الطريق ديالهم للمنتخب الاول. كتجيني غريبه لان ملي كنهضروا على المغرب كنهضروا على فريق اللي خصو يحقق القاب، ولكن باش نكمل النقطه اللي اشار الاخ، راه ضروري خصنا نعاودوا نردوا الاعتبار للمشاتل ديال الفرق القواعد. دابا راه كنشوف اغلبيه الفرق الوطنيه اللي جات تقلب اللاعبين ديالها كتلقى الاغلبيه هذا جابوا من هنا هذا جابوا من هنا، شنو الدور ديال المدرسه؟ لان الرجاء كان الرجاء لا تفكرنا مع اوسكار الله يرحمه، يعني كان على الاقل كتلقى واحد 4 ولا 5 لعابه عندهم 15 17 عام ولاعبين في فريق اول، ما بقيناش كنشوفوا هذه القضيه. علاش ما بقيناش كنشوفوها؟ لان المدرب خايف على راسه، المدرب كيقول ما كيصبرش على المدرب، المدرب بعدا كيقول كاين قانون جديد، كاين قرار جديد هو انه يدرب مره واحده، عنده الا حيداته هذيك الفرقه راه غير يريح عام، هذه وحده. الجمهور كيصبرش
كورقه الضغط المسير البقاء ديالو في هذاك الكرسي راه راهين بالنتائج زائد الفرق اللي كتلعب على الالقاب كتقول لك انا ما عنديش الوقت باش نبقى نوجد هذا ونبقى نوجد هذا ونوجد هذا انا كنجيب اللاعب الجاهز كنظن هذه هي هذه لان نرجعوا للمساله ديال الجمهور الجمهور ملي كطلب منه شي نداء كيلبيه على سبيل الذكر فريق رجاء البيضاوي لان وصل لواحد 11 تقريبا 11000 منخرط مشترك عفوا في النادي دونك راه ضخ واحد القيمه ماليه اللي لا يستهان بها دونك من حقه يطلب واحد الفريق اللي هو متكامل ومتجانس وهذا في صالح حتى المسير لانك كتلعب على واحد ربعه الواجهات للاسف تقسيمها من كاس العرش هذه ماشي نهايه العالم اكيد ان كبوه ومع بدايه الموسم دونك انسان ما تقبلهاش احنا بدورنا ما تقبلناهاش لكن هذه صافي بارتي دي جو لكن خص التركيز على هذا ما تبقى بحال كاس محمد السادس الى فزتي به راه عندك 10 مليون دولار دونك راه تقدر تفكي به ازمه وتجيب لاعبين في المستوى دونك خص هذا التركيز خصو يمشي في هذا الاتجاه دابا بحال كاس العرش ها هو تقسينا منه دونك الفريق راه ضاع واحد المدخول كون ربحتي غادي يبقى الجمهور دائما يدخل عندك دونك اون فوا كتسسبوندا من واحد المسابقه راه اوتوماتيكمون الازمه كتفاقم عند الضريبه ديالها اكزاكتومون دونك طيب وصلنا الان المحطه الثالثه والاخيره في قليصه الرياضيه في المحطه الثالثه وكالعاده تدوينه مثيره للجدل هذه المره من القلعه الخضراء قد يرجع عندك أناس في مواقع التواصل الاجتماعي هناك حديث عن فسخ العقد مع مدافع الرجاء مع كوليبالي كوليبالي وأكيد كوليبالي الكل صبر عليه منذ المجيء ديالو مع العلم لاعب مغمور كان مصاب وكان كذا مشى يلعب في الأهلي ماشي مغمور الأهلي وخصك تشوف كيفاش مشى من الأهلي دونك حتى هما راه ما كانوش باغيينو هما كانوا دائما كانوا كيتنبؤوا بان هذا اللاعب هذا لا يليق ماشي البروفيل ديال الاهلي والرجاء راك عارف الجمهور راه ذواق لا مسير لا جمهور لا تخلص راه اكزاكتومون دابا هذا هو الخطا اللي الرجاء طاحت فيه وهي ان بعض اللاعبين كيتم الاستقطاب ديالهم بدون عرف فيديو كتشوف على الاهداف ديالو دونك لا المدرب اللي جابو اكزاكتومون هذا بإلحاح من المدرب انا كنظن المدرب جاب ويتحمل مسؤوليته هو اللي خصو يريزيلي معاه هو اللي يشوف شي صيغه شي صيغه معاه لانه هو اللي جابو ما يدخلش الرجاء قلتي للمكتب المسير جيبوا لي هذا راه جابوه لك ولكن راه الرجاء راه كبير ماشي نادي عادي لاننا نهضروا على الاهلي الرجاء راه كوليبالي ما قدمش داك الشيء اللي كان منتظر منه خدا الوقت الكافي وبرهن بان لا يليق بنادي من حجم فريق رجاء البيضاوي ربما يقدر يمشي نادي اخر يقدر يفرض ذاته ويقدر هذه منه ولكن في ظل هذا الموسم بالخصوص خصك لاعبين متمرسين وانا كنتمنى نوجه النداء ديالي لسند وورف اللي عطاه واحد الشيء كثير يعاودوا يفتحوا ذاك الباب لان اللاعب تاقلم لا سند غير لي كاليتي دو جو ديالو كاين فرق شاسع تبارك الله وكذا طالب 700 مليون باش اظن اللاعب باغي يلعب في الرجاء هو عنده عروض ولكن هو بحكم جا المغرب وعجبو المغرب واخص بديك مدينه الدار البيضاء لقى الترحاب لقى كل شيء لقى داك الشيء اللي بغى دونك هو راه باغي يلعب كنتمنى باب القنوات يعاود يتفتح مع اللاعب نفس الوضعية ديال كوليبالي عاشها فابريسون داما مع يوسفية برشيد التحق بيوسفية برشيد وقع لها النادي حتى هو فسخوا ليه العقد ديالو اش كتشوف الظاهرة شوف انا بالنسبة لي اللاعب الاجنبي اللي ما يكونش المستوى ديالو اكثر من لاعب محلي لا داعي من الاول باش تعاقد معاه ولكن فابريس معروف راه فابريس راه عاوتاني فان كارير يعني عامل سن السيد عطاه ما نكروش هذا القديم على الوداد كان لاعب كبير وداك الشيء ولكن راه عامل سن يعني اللاعب اللي كيتراجع في الاداء ديالو واش ما حتى ما بقى قابل ليه وهذا مشكل كيطرحوا فيه بزاف الانديه اللي كيدخلوا بعض السماسره هما اللي كيبقاو كيكون واحد الانترميديير باش انهم يفرضوا بعض اللاعبين اللي كيجيبوا كما قلتي على الفيديو ديالهم وفي الاخر تيوقع في الكشوفات ديال الفريق والفريق يكون هو الضحيه لان في الاخر كيولي عنده واحد اللاعب ناقص كيهدر المال من الخزينه ديالو دونك
مشاكل كبيرة كترتب على القضية. تقدر تزيد أنك تزيد على قضية أخرى في غرفة المنازعات. لا، وواحد المسألة اللي خصنا نطرقوا ليها وهما هاد لي ريكروتور اللي كنقولوا حنا لي زاجون جوور. الجامعة خدات هذا، سمعت كاين شي قرار، كان خدات قرار أنها توقف لهم الأنشطة، لأن راه صافي بيان بأنهم خداو هذا القرار، لأن اللاعب أجون جوور اللاعب كيكون مسكين ما فاهمش حتى كونطرا ديالو، راه كيسني فيها ما فاهمهاش، خصو مترجم هذه من هنا. دونك الصرامة تفادى ولكن حسن الاختيار هو الأول. بعدا أنت فريق عندك خصاص في واحد المركز ومشيتي جبتي لاعب وتبين لك بعد ثلاث ولا أربع مباريات أنه ناقص، كتحمل مسؤوليتك في الاختيار. ربما أنا نرجع لك اللاعب نقا كلشي نقا في الأول قالوا ما يلاقش، هو أكيد أنا حنا علاش نقول لك أنا رحت كلشي حتى المشجع ولا مدرب ولا مدير تقني ولا شكرا شكرا لك أنس. وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، كنشكرك على تلبية الدعوة، نتمنى نشوفك معنا مرة أخرى في بلاصه تيليمارك. شكرا سي حسن. شكرا لك سي بوسحابة، نتمنى نشوفك معنا مرة أخرى في موضوع آخر، ونتمنى لك عودة ميمونة الميادين. شكرا لك سي حسن، وكنشكركم على الاستضافة. وبهذا كنوصل لنهاية حلقتنا اليوم من برنامجكم جليسة رياضية، نتلقى معكم غدا إن شاء الله في نفس التوقيت على نفس القناة بمواضيع أخرى بضيوف جدد. إلى ذلك الحين لكم مني ومن طاقم البرنامج طيب المنى، إلى اللقاء.